حد الخير. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اليوم معايا واحد السيدة كيفما كتشوفوا. المشكل اللي واقع عند هاد الناس هادو ان الولد ديالهم اللي كيبلغ من العمر 17 سنة تعرض لواحد الهجوم من طرف 8 ديال الناس، كان غادي ما عليه ما بيه حتى تهجموا عليه بجناوة، تسبب ليه بان رجليه بجوج تقريبا كلهم مشاو ليه. تعذر على الام انها تهضر لانها في حالة نفسية شوية صعيبة، الاب كذلك، فالخالة ديالو هي اللي غتهضر اليوم وغتقول لنا اشنو وقع بالضبط لولدها. الولد اختها، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي اختي، عاودي لنا شنو وقع داك النهار. اختي اسامه. شنو وقع اسامه داك النهار؟ اختي جاي من عند مو، تلقاو لي اختي 8 الناس بيدك المعرف براسو، هو تلقى راسو في الارض، هرسوا لي رجلاتو بجوج، درنا العمليه الاولى ما نجحتش والثانيه ما نجحتش. حنا اختي دابا كنطالبوا من المحسنين يعاونونا. قبل ما نمشيو للمحسنين خاصنا نعرفوا التفاصيل، خاصنا نعرفوا شنو وقع داك النهار، شكون هما هاد الناس، شنو الاجراءات اللي خديتو عاد نوصلوا للخدمه. نصافط. تفضل. السلام عليكم. عاف شويه عليك. هي شنو وقع لاسامه داك النهار؟ شنو وقع؟ طاح ضربوا 8 الناس. فين كان غادي؟ كان جاي من عند الام ديالو. ام ديالو كتدير هادوك الطوموبيلات كيمشي يخدم معاها، جاي تلقاو لي 8 الناس. ملي تلقاو لي 8 الناس ضربوه، ضرب واحد عفط عليه على راسو، الاخر ضربو بالقبضه ديال الجنوي، هو ما عرف براسو فين غادي تلقى راسو في الارض، الناس مجموعين عليه، داو هزوه، جاو البوليس هزوه، ما لقاو عنده حتى ورقه، داو السبيطار بن مرا مجهول الهويه، تعيطوا على ماما مع 3 ديال الليل ديال الصباح. مني مشينا عندو لقيناه في حاله اللي ارتلى، صعيبه حالته بزاف. دابا اختي راه بغينا داك رجليه، راه ما نجحتش ليه العمليه، درنا ليه الاولى والثانيه ما نجحتش ليه. هاد الناس هادو كيعرفو مين تهجموا عليه؟ لا اختي ما عرفهمش، عرفها واحد في الفيس. هاد الناس غير كانوا غادي في الزنقه تضربوه؟ غير غاديين في الزنقه، ضربوا واحد اخر قبل منه، هذاك هرب. واسامه شافهم في وجههم ولا ما شافهم؟ شافهم. لا شافهم واحد عارفه، والاخرين ما عرفهمش. ولا الدرب هنا ولا الدرب؟ لا اختي ماشي ولا الدرب، ولا التشارك. ولا التشارك؟ وتشدوا ولا ما تشدوش؟ لا ما تشد منهم حتى واحد. 8 ديال 8 ديال 8 ديال الشباب اللي تهجموا عليه. اللي تهجموا عليه. باش ضربوه؟ ضربوه بجنويه، واحد بجنويه والاخرين بقاو يشدفوا عليه برجليهم. فاش مشيتوا قدمتوا الشكايه شنو قالوا لكم؟ مشينا عند البوليس قالوا لنا راه معدول لا كارت لا والو، راه داروا ليه سير عاد قد الدري بعدا تنديروا خدمتنا. دازت عنده لا كارت ناسيونال؟ عنده. عنده. ومشاو حتى داز السيمانه عند مشاو البوليس، خدوا الاقوال ديالو وقال لهم اللي كاين. دابا الدري كيفاش ولات الحاله الصحيه ديالو؟ حالته صعيبه. عرفتي لك الحاله الصحيه ديال اسامه؟ صعيبه اختي بزاف. قولي صعيب. شنو؟ ما اش نقول لك، اللحم ساري وكيتحفر ولا بحال شي حفره وكينجنش وقيح ليه، تعفن ليه الجرح بزاف، تعفن حتى ولا دايز يقطر. كندوز السبيطارات هنا ما بغاوش يشدوا لينا، داو لينا دينا هنا ديال سميتو ديال القرب، قال لنا لا، البارح كتبوا لنا ورقه دينا ردينا لبلاصتو. ديتو لموريزكو؟ ديناه. شنو كيقول لكم؟ لا شدوه داووا ليه البارح، دابا غيبقى يسواني من سيمانه لسيمانه عنده. وكاين امل ان العمليه تنجح؟ يعني العمليه الاولى والثانيه ما نجحاتش. وحده ما نجحاتش، الرجل الاخرى كيقول لنا ما كاينش. شنو السبب انها ما نجحاتش؟ شنو كيقول الطبيب؟ مهرس لي التعفن وتهرسوا لي العظام بزاف، دير رجل اليمنيه اليمنيه. اسامه كان كيعاون الام ديالو؟ حيت كاين هو وليد اخر صغير والدريه باقا كتقرا طالبه، عندها جوج وليدات وبنت، الدريه باقا كتقرا طالبه. واخا نتوما كاسره الاسامه باش كطالبوا اليوم؟ كنطالبوا اختي بشي محسن يعاونوها في الدواء ولا في شي حاجه.
الحق ديال الاسامه خاصو يرجع، خاصو يتخاد ليه. لان الدراري كيف ما دار الاسامه يقدر غيدير الدراري اخر. بصح اش نقول لك، الله ياخذ فيهم الحق. انا الخاله ديالهم معلمه بزاف، مابقيناش كنعسو لا ليل لا نهار. ام ديالو ازمت بزاف كاع، ويلا كندير عمليه مابقاش كتنعس لا ليل لا نهار. واحد الحاله لا نديرو ليه مانطه باش كنهزو ستات الناس، نطلبو الناس باش يهزو معانا ندو السبيطار. مختي بزاف تالمت ما بقاش. مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، كنا معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء مع هاد الناس هادو. الصراحه حاتم كتالم لان الولد ديالهم تعرض لهجوم من طرف 8 ديال الناس مجهولين، ما عرفوش شكون هما اللي تسبب ليه تقريبا في تعفن الرجل ديالو. الله يستر الله يحفظ، مازال ما عرفوش شنو ممكن يوقع، العمليات ما نجحوش. فكنتمنى من المحسنين القلوب الرحيمه انهم يدخلوا على الخط، وكذلك السلطات تدخل على الخط باش انها تاخذ حق هاد الوليد وحق هاد العائله هذه. الرقم ديال هاد الناس حطيتهم في التعليقات، اللي بغى يتواصل معاهم ويعرف تفاصيل اكثر على الحاله ديال اسامه وتفاصيل اكثر على الحاله ديالهم واشنو وقع. مشاهدينا، وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.